سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في صحه جيده كيف العاده، عواشر مبروكه. المهم خليكم معايا اليوم ان شاء الله البنات، غنشارك معكم هذا الفيديو. غادي نشارك معكم السيجور، كنت قلت لكم اخر مره غادي ندير لكم واحد الجوله هكا خفيفه ظريفه، ومن بعد غنشارك معكم حتى التزيينات اللي غادي ندير رمضان، وغادي نوريكم حتى من خديتهم ونوريكم شنو خديت. المهم غنحط لكم هادشي كامل في هذا الفيديو. المهم البنات ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وواحد التعليق يكون مشجع، هذا يعني فضلا وليس امرا الا بغيتوا جات على خاطركم. وكاين شي تحضيرات رمضان ولا والو؟ يعني كاين شي شباكيه شي سلو؟ انا هذا العام شباكيه صراحه البنات خديتها، ما عنديش الوقت باش غادي نديرها، وحتى سلو غدا نصايبو، يعني خديت القوام كامل غير هي امتى الله اعلم. المهم البنات خليكم معايا، انا غنشارك معكم دابا كل حاجه حاجه واحده بالنسبه لزينات رمضان. حاولوا البنات، حنايا في ثقافتنا المغرب ما عندناش يعني هاد الثقافه ديال في الشهر ديال رمضان، يعني كنديروا هكا هاد الزينات ديال رمضان. فرق على الدول الاخرين بحال مصر، بحال سوريا، بحال المهم الدول العربيه كاملين تقريبا كيديروا بحال هاد الزينات ديال رمضان. الا حنا المغرب يلا بدينا حنايا هكا كندخلوا بحال يعني كنديروا بحال هاد الحوايج هادو. وبالخصوص كنأكد على بالخصوص الناس ديال اوروبا، يعني اللي عايشين هكا خارج على دول اسلاميه، حاولوا ديروا هاد الزينات على قبل وليداتكم اللي عندهم هكا الوليدات الصغار. علاش؟ بحال دابا نعطيكم غير مثال، انا وليداتي يعني ملي كيكون الوقت ديال ناطالي، يعني راكم عارفين في فرص العام وفي العيد ديالهم ديال ناطالي كيديروا هكا الشجره في الدار بلي لوتشي بلي ديكوراسيوني بكل شيء، وكي كنحس بيهم، ماشي كنحس بيهم، كيقولوها ليا يعني وليداتي كيقول لك علاش حنا ما كنديروش بحال هاد لالبيرو، كيعجبهم يعني بحال يشوفوا بحال هكا الدوار. راكم عارفين الوليدات يعني كياتيريهم هاد الشيء، كنقول لهم هذا راه ماشي العيد ديالنا، يعني حنا دابا في هاد الشهر الفاضل علاش لا حنا نديروا لهم بحال هاد الزينات. من هكا كتفرحي الوليدات ومن هنيت كنفرحوا بهاد الشهر هذا. المهم البنات خليكم معايا دابا، ما نكثرش عليكم بزاف الهضره، ندوز ندير معاكم بعدا جوله في السيجور، نوريكم الطلامط اللي عاد درت دابا، ومن بعد نشارك معاكم زينات رمضان. خليكم. والمهم البنات هذا هو السيجور، ها انتم هذوما الطليمطات اللي عاد درت دابا سامبل كيف ما كتشوفوا. توب بحال شنو كيقول هذا توب انتي طاش، بعدا هذا يعني واخا بحال هكا بالنسبه اللي عند الوليدات راه زوين هذا انتي طاش، هو اللي عندي نيت في داك التوب الكري، وصراحه زوين بزاف. تقريبا كيسميوه التوب ديال كاليفورنيا، يعني اللي بغات تسول عليه راه زوين البنات، ما كيشدش فيه يعني واخا كيوسخوه الدراري بحال هكا وسخولك، غير بشي حاجه هكا سبونيا كتكون شويه بنياطه كدوزي ليه وصافي والسلام. المهم هذه المره درتو في الخضر الملكي، درتو هكا كيما قلت لكم سامبل، ما بغيت ندخل فيه لا الوان لا حتى حاجه، باش هكا كنقلعب غير على المخيدات ديال الديكور. فهاد المخيدات الصغار اللي درت في نفس الثوب، يعني حاولت ندخل لهم غير هاد الستريشه هكا في الذهبي، ومن بعد غادي ناخذ لهم مخيدات في الذهبي من شيني ان شاء الله، باقي ما وصلونيش، نهار يوصلوني غادي نحاول نشاركهم معكم. صافي هنايا حطيت هاد الفانوس، هذا خديته البنات من تادي تقريبا شي 22 يورو، راه كبير. ها انتوما هنا هاد الطبيله بزاف كتسولوني عليها البنات، راه كنت قلت لكم خديتها من ماركت بلاش وزعطا من الفيسبوك، غير حاولوا بقاو تقلبوا تما صراحه كيكونوا هميزات. وهنايا هاد حاولت ندير هاد باش نخرج هكا شويه اللون، خديت هادو حتى هما من تادي، هذا اللي راه دابا مؤخرا دارجين بزاف على الموضه هاد السنين الاخرى. ها انتوما كيجيو زوينين هكا في ليه كتحطوهم كديكوري بهم اي حاجه. وصافي هنا البنات كما قلت لكم غنبقى نلعب غير على المخيدات فيما بغيت نبدل هكا شويه الديكور، نبقى نلعب غير على المخيدات وهذا الشيء اللي كاين. وهنايا هادو راه كنشاركشهم معاكم. وصافي هنا البنات هاد الطابلوات راه كنشاركشهم معاكم، هادو كنت خديتهم من امازون، ماشي كلشي يعني ماشي بحال هكا كتاخديهم، كنت خديت غير لا تيلا ويكوادري في نفس لا ميزور، خديتي كوادري من عند شينيسي، خديتهم حتى هما في البيض بحال العود. ها انتما كيجا فيهم داك العريش بحال الذهبي، جاوني نيت مع المخيدات، وان شاء الله غناخذ حتى مخيدات بالذهبي، وجاني نيت هاد العريش داخل هنا في هاد الخضر الملكي، جاو مع الطلامط هما هادوك. بالنسبه لهاد لي بونبونيير البنات راكم عارفين دارجين بزاف على الموضه مؤخرا، هادو جابتهم لي مرات خويا من المغرب هما، وهادو هادو البنات هاد الصغار ديال هادي
راه هنا راه غير مبعده لكم فيديو كيبانوا صغار. هادي كتمشي مع ديولها اللي هما هادو، راه غير انا مفرقاهم. وبالنسبه لهادي عندها جوج ديولها مخليهم لهي في الصالون. وصافي هنا البنات كما قلت لكم اللي عندها الوليدات وكيوسخوا ننصحكم بهذا التوب ديال كاليفورنيا، راه سميتو توب كاليفورنيا بحال شكل دان وانتي تاش، يعني واخا كيوسخوه غير بسبونيا بانياتا كتمسحي كيرجع كيشعل بحال يلاه مصبن، صراحه زوين. وهذا الشيء اللي كاين. المهم دابا البنات غنشارك معكم التزيينات اللي خديتها لرمضان. هنا البنات اول حاجه هما هاد المخيدات، هادو خديتهم من عند واحد البنت واللي كانت انتريساتها وعجبوها دوزو عندي الانستغرام نعطيكم النمره ديالها. هنا كيتباعوا بحال هكا جوج مخيدات، هادو راه عمرتهم انا بحق، كيتباعوا خاوين. وكتجي هاد لا طوفاليا. ومن بعد غنشارك معكم حتى كيفاش غادي ندير ليهم، كيفاش غنحطهم وكيفاش غايجيو قبلا وبعدا. المهم هذه بحال شكل تشينترو طابولا حتى هي، كتجي بحال هكايا مكتوبه فيها رمضان كريم. هذه مع المخيدات ديولها، يعني كيتباعوا بحال هكايا جوج مخيدات والتشينترو طابولا. هادو البنات مازال خصني نفخهم بعدا غادي يبانوا. تقريبا حتى هي رمضان كريم. هذه البنات كنت خديتهم على قبل رمضان ديال العام اللي فات، خديتهم من الي اكسبريس. والمشكل ديال الي اكسبريس كيتعطل بزاف. تقريبا جاوني حتى فات رمضان ولا ما عرفتش، كانوا جاوني في النص ديال رمضان، صافي ما بقيتش استعملتهم. المهم دابا غادي نستعملهم، غادي نفخهم باش يبانوا، وديك الساعه غادي نشاركهم معكم مزيان. هنا هادو حتى هما خديتو من عند هاد البنت اللي قلت لكم خديت من عندها المخاد. عرفتوا صدقوا واعرين البنات، انا كان كيسحابوا لي غير صغار، الساعه شي تبارك الله راهم كبار. شوفوا ها نتوما كبار، هادو كتلصقوا فين ما بغيتو، في الباب في الحيط فين ما بغيتو كديروها. وهادي حتى هي عندها هاد العيبه ديالها فين كتشد وكتحطها فوق الطبله ولا فوق ما بغيتو. وهنا خديت من عندها حتى هاد لي ستيل اللي هادو كيشعلوا بالضوء. المهم ان شاء الله غادي نديرهم دابا وغادي يبانوا لكم مزيان. وصافي هادشي اللي كاين. ودابا خليكم معايا غنوريكم كيفاش الشكل النهائي كيفاش كيجيو. هانتوما معايا. الشكل النهائي البنات هانتوما شوفو كيفاش كيجيو. وهنا داك التشينترو طابولا ديال رمضان كريم.